السلام عليكم. مع إعلان تحالف شركتي فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية التوصل إلى لقاح ضد حمى كورونا، ساد الأمل الأوساط الدولية بقرب السيطرة على الجائحة التي أقلقت العالم. لكن تبين لاحقاً أن هناك حوائق ومطبات وأسئلة كثيرة لم يجب عنها مصنعو اللقاح، من ذلك عدم إجراء اختبارات كافية له والسرعة التي أوجد بها، فضلاً عن ظهور مقاطع مصورة لأطباء في عدد من الدول الغربية تشكك بأهداف اللقاح. وبالرغم من وجود عدد من اللقاحات الأخرى، فإن لقاح فايزر شكل قبلة الدول الباحثة عن تلقيح شعوبها. ووسط تزاحم الدول على شراء اللقاح، أعلنت الشركة الأمريكية المالكة له أنها ستنتج نحو 50 مليون جرعة بحلول نهاية العام الجاري، وسيرتفع الرقم إلى 1,300,000,000 جرعة مع نهاية عام 2021 المقبل. لكن مع ذلك يبقى العدد المنتج أقل بنحو 6 أضعاف من أعداد البشر، وهو ما يثير السؤال عن خطط توزيع اللقاح، وخصوصا في الدول العربية التي ليست واضحة بعد الآلية التي ستوزع بها اللقاحات في ظل ارتفاع أعداد المحتاجين لها مقارنة بالمتاح منها. في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب سنتحدث عن خطط الدول العربية في توزيع اللقاح، وعن كيفية الحصول عليه بالنسبة للدول الفقيرة منها التي لم تعلن عن عزمها شراء لقاحات وسط تضاؤل فرصها بسبب شراء الدول الغنية للعدد الأكبر من الجرعات المتاحة. أهلا بكم. يعاني نحو 3 ملايين تونسي مناصفة من أمراض السكري وضغط الدم، وهم بحاجة ماسة للقاح. لكن وزارة الصحة التونسية أعلنت على لسان أحد مسؤوليها أنها ستوفر في المرحلة الأولى 300,000 جرعة، وهو ما يثير القلق من تدخل عامل المحسوبيات والفوضى في تحديد الأولويات في الدول العربية التي ليست تونس استثناء منها. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور إدريس ربوح، عضو اتحاد العالم الإسلامي للصحة، وعبر الهاتف من بغداد الدكتور إبراهيم سليمان الكبيسي، الجراح العراقي المتقاعد. أهلا بكما ضيفي الكريمين في الاستوديو. نبدأ. دول الخليج العربية الثرية النفطية تمكنت من تأمين جرعات، حد معين من الجرعات لمواطنيها، بينما دول أخرى مثل الجزائر والأردن قالت إنها لن تتمكن من الحصول على اللقاح قبل 3 أشهر على الأقل، في حين دول أخرى تحتاج إلى 6 أشهر. ما سبب هذا التفاوت في سرعة الحصول على اللقاح في وقت تسابق فيه الشعوب والدول الزمن من أجل تأمينه؟ نعم، أولا لابد قبل الحديث عن كيف تستطيع الدول أن تحصل على اللقاح، لابد أن نؤكد بأنه لا يوجد لحد الآن لقاح معتمد من طرف منظمة الصحة الدولية العالمية WHO، وبالتالي لا يمكن الحديث عن وجود لقاح معتمد لحد الآن لحد هذه الساعة. وبالتالي فقط الدول التي سارعت، ومن بينها المملكة العربية السعودية، إلى حجز كميات من اللقاح نظرا لقدرات المالية الكبيرة، يوفر لها فرصة للحصول على اللقاح. وهناك دول وعدت عن طريق وزراء صحتها مثل الجزائر، مثل تونس، مثل كثير من الدول العربية، مصر، وعدت بأن اللقاح سيكون في نهاية الربيع القادم، يعني حوالي نهاية شهر فبراير القادم. وبالتالي نحن نتحدث، السعودية تكلمت أنه سيكون في نهاية السنة، نهاية الربيع أم في بداية الربيع؟ بداية الربيع، نهاية يعني في أذار مارس أو أواخر فبراير بالضبط ربما سيكون. أما السعودية فقد فأنه سيكون متوفر لديها في نهاية هذا الشهر، وبالتالي هي متقدمة في هذا الموضوع. لكن الحل الذي وضعته كثير من المنظمات الدولية والتي أنشأت ما يسمى بالتحالف الدولي للتطعيم فاجي، وهو المختصر هو التحالف الدولي للقاح والتمنيع، يعني من المناعة، المختصر بفاجي، وهي ائتلاف عالمي ضم 172 دولة
هذه 270 دولة أدركت بأنه سيكون هناك سباق حول الحصول اللقاح. وأحسن عبارة تكلم بها السياسي هو رئيس الوزراء السويدي عندما يقول القضية ليست بأن بعض الدول تصل اللقاح ودول لا تصل اللقاح، المهم أن اللقاح يصل إلى جميع دول العالم، لأننا لا يمكن القضاء على هذه الجائحة بهذه الطريقة وإن بتحالف عالمي. هذا التحالف العالمي الذي بدأته غافي ثم توسع إلى منظمة الصحة العالمية ثم إلى منظمة أهلية منها حتى من المجتمع المدني، مؤسسة بيل غيتس التي انخرطت في هذا الموضوع، تشكل ما يعرف بكوفاكس. كوفاكس هو ائتلاف عالمي كبير يضم الآن 178 دولة، 80 دولة قالت نحن لنا القدرة أن نتكفل بأنفسنا وننخرط معكم في الموضوع، لكن 92 دولة قالت لا يمكن لنا أن ننخرط في هذا الموضوع وبالتالي لا يمكن أن نلتزم بالشراء. لكن ميزة كوفاكس أنه يذهب للتفاوض مع المصنعين بشكل جيد، بمعنى ما يسمى الشراء المجمع، بمعنى يكون تجميع الشراء وبالتالي يتم التفاوض مع شركات المصنعة للقاح بشكل جيد وبالتالي الحصول على أسعار جيدة. وهذا هو الذي المكسب الكبير العالمي الذي ستستفيد منه الدول العربية. ويشبك على سؤال تستفيد منه الدول العربية الضعيفة أنها ستكون ضمن هذا الضعيفة سنتحدث عنها في مرحلة متقدمة بعد الفاصل. لكن الآن الدول العربية التي ستشتري، هناك تفاوض، دول ستبدأ، يعني دول عربية ستبدأ في غضون أيام قليلة ستبدأ بجرعات الأولى من اللقاح، دول أخرى لن تتمكن من بدء اللقاح قبل شهر آذار أو نيسان، ودول أخرى في منتصف الصيف عربية. لماذا هذا؟ أولا البعض أخذ قرارات، مثلا نسمع بالمغرب أنها بدأت أصل اللقاح في المغرب، بدأ اللقاح أصلا ويقال أنه لقاح صيني. أنا عندما حاولت أن أبحث في الموضوع وجدت إلا تصريحات النقابة وليس وزارة الصحة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها. يقال أنه لقاح صيني تم تجربه في المغرب ثم تم التراجع عليه، وبالتالي ليست السرعة في اللقاح دليل نجاح العملية، هذه واحدة. اثنين، الذي له القدرة المالية ليس فقط أن تكون لك القدرة المالية، وإنما أن يكون اللقاح الذي تستفيد منه الذي تقتنيه من السوق الدولية يكون لقاح فيه صفتين، ربما بعد ذلك نفصل، أن يكون لقاح آمن وآمن وكذلك ذو جدوى. إذا نحن نتحدث على 9 لقاحات واعتمدت من طرف هذا التجمع، يعني مجمع كوفاكس الذي من ضمنه منظمة الصحة العالمية، وهناك 9 لقاحات أخرى في طور المشاورات، وبالتالي احنا نتحدث على 18 نوع من اللقاح هي للدراسة. إذا الدول التي سارعت بضمان حقها أو شحنتها من اللقاحات هي لأنها تملك قدرات مالية، لكن هناك بعض الدول تملك القدرات المالية لكن المشكلة أنها تنتظر الاعتماد من منظمة الصحة العالمية. هذا ما أريد أن أسأل عنه ضيفنا في بغداد. أرحب بك مرة أخرى دكتور إبراهيم. العراق من الدول المنكوبة في كورونا، سواء على مستوى عدد الإصابات التي هي ربما من أكثر الدول العربية إن لم تكن أكثرها مع الأردن، وكذلك في عدد الوفيات. لكن مسؤول منظمة الصحة العالمية في بغداد قال إن العراق لن يتمكن من الحصول على لقاح كورونا المضاد لكورونا قبل حزيران يونيو المقبل، يعني 6 شهور، يعني مزيد من الإصابات، مزيد من الضحايا. ما التفسير الذي تسوقه وزارة الصحة العراقية في مسألة هذا التأخير؟ مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم. أهلا وسهلا. من تونس الخضراء. من الجزائر. سيد العزيز احنا باللقاحات، اكو لقاح الشلل والحصبة والنكاف و الى اخره، ما اكو لقاح 100% جارنتي ينطي كبر شفاء، باستثناء البوليو شلل الاطفال اللي ينطي 100%، هذا ما بي نقاش. مشكلة الدول العربية والدول النامية والدول المتخلفة سلسلة التبريد، وصول اللقاح للمحتاج. يعني البارحة أنا أقرأ تقرير اليونيسيف جلبت الثلاجات والدنيا إلى الأردن قبل ما تصل اللقاح. إحنا هنا هسه بتقول لي أبو منظمة الصحة العالمية ممثلة، هذا تابع للدولة هنا للسلطان، يعني يغرد مثل ما تغرد الدولة، نقطة على سطر، هذه على صفحة، فهمت علي؟ إحنا اللقاح، هل يعني حتى الدول الغنية بيها فقراء ودنيا، هل يصل اللقاح لهؤلاء المحتاجين؟ يعني هسه مثلا أنا البارحة أقرأ ريبورت تقرير البريطاني الإنجليز، من الإنجليز بدوا بالأولد إيج بالأعمار المتقدمة بالتسعين، ودا يبدون بالدول الجماعة الكونتاكت يعني ويا المرضى، يعني الأطباء الباراميديكال ستاف الصب ستاف هذولا، هذه عندهم خطة ليشتغلون.
احنا الدول العربيه ما عندنا خطه، بس نشكك. يعني شركه فايزر هاي مالت الادويه وانتاج اللقاحات شركه رصينه، يعني مو اليوم طيب دكتور يعني دكتور ابراهيم لو اذنت لي واعتذر منك عن المقاطعه لان لا نريد ان نقفز على المحاور. موضوع الخطه، خطه التوزيع اللقاحات في الدول العربيه بعد قليل سنبحثه، لكن انا مهتم في معرفه التبرير الذي تسوقه وزارة الصحة العراقية. يعني هناك شعب يتعرض للإصابات بشكل كبير وهو على حدود إيران، الدولة الأولى في الشرق الأوسط بعدد الإصابات والوفيات، الوضع كارثي، ومع ذلك لن يتمكن العراقيون من الحصول على اللقاح قبل 6 شهور. هل من تبرير مقنع للشعب العراقي بسبب هذا التأخير؟ ماكو كل تبرير. ترى الأمانة العلمية والكياء، يعني الدولة في واد والشعب في واد آخر، وزارة الصحة العراقية ما مهتمة، بدليل تعطي أرقام كذب. يعني هسه خلوا الناس يوميا الإصابات 1000 1200، كل الدول المحيطة 30 و40 و50 ألف، وإحنا 1000، ما كويش رقم. يعني إحنا عاني تماس ويا المستشفيات، أكو أرقام مخيفة. يعني لو تريد تنعلم تمام ولا لا، هم دا يقول لك ما نخوف الناس. جميل، لا تخوف الناس، بس نفس الوقت ما يصير تعطي هيك أرقام وتخلي الناس تطمئن على أساس ماكو شيء. طيب يعني انت هسه من تجي تقول الشهر السادس، للمعلومه العراق ما يستورد مال فايزر وما فايزر، يدور شغلات مال الصين، لان هسه الكتات مال الصين، الصين وهاي الدول جنوب شرق اسيا تتعاطف علينا وتعطينا كتات، ما يصرفون. يعني البارحه ده اخر رقم 250 مليار تخصيص للانتخابات، بس ماكو تخصيص مليار لصحه الانسان. نعم، فالتبريرات واهيه، تبريرات والحفاظ على صحة المواطن. واقرأ الأرقام أنت بدون لا تسأل إبراهيم الكويتي، اسأل أي مواطن، شوف ميزانيات وزارة الدفاع والداخلية وإلى آخره، شلون أرقام وميزانية صحة الإنسان وتعليم الإنسان دون الربع من هذا. نعم، الميزانيات. طيب يعني سنعود الى هذا ايضا، لكن دكتور ادريس يعني ليس واضحا بعد بالنسبه للدول العربيه اي اللقاحات. يعني انت تحدثت عن 18 لقاح، بينما هناك حديث عن ان يصل الى 40 لقاح الان المطروح في العالم القابل لان يلقح به الناس. لكن نبني على 18 لقاح وعلى 9 المعتمده حتى الان بالنسبه لدولها، ليس واضحا بالنسبة للدول العربية أي لقاح ستختار. ما المعايير التي وضعتها وزارات الصحة العربية من أجل اختيار هذا اللقاح دونا عن ذلك؟ أولا اللقاح أكره حتى من 40، هو يوجد لحد الآن 154 لقاح على المستوى العالمي. المستوى العالمي اللي فقط 9 لقاحات الآن وصلت على مستوى هذا التكتل والتحالف العالمي الذي المنظمة الصحة العالمية جزء منه، وهي تفاوض على 9 لقاحات أخرى، إذن 18 لقاح. لكن هذه اللقاحات تعرف أن إنتاج اللقاح يحتاج إلى مراحل كثيرة وطويلة، وبالتالي كل لقاح هو يصل في مرحلة معينة. نعود الآن ونقول بأن المعايير هي معروفة، أن المنظمات الصحية المعترف بها التي هي ما تسمى الإجماع العلمي، التي توفر الإجماع العلمي في الموضوع، هي منظمة الصحة العالمية كأكبر هيئة عالمية توفر هذا الإجماع العلمي أو المقاربة العلمية الأقرب إلى الصواب، بالرغم من حملات التشكيك التي طالت رئيسها وطالت المنظمة نفسها. نعم، لكن تبقى منظمة عالمية تضم الخبراء من مختلف دول العالم. ثم نأتي إلى منظمات عريقة وقوية، وهي منظمة الأفدية، يعني منظمة أو مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية. فهي مؤسسة ضخمة وقوية ويمكن الاعتماد عليها. هناك منظمة أخرى على المستوى الأوروبي وهي إيما، وهي منظمة الدواء الأوروبية، وكالة الدواء الأوروبية، بمعنى نحن نتحدث عن منظمة عالمية كبرى يتجمع فيها الخبراء والأطباء من مختلف دول العالم ودول معروفة بقوتها وبتعاونها في جميع الميدان بين الميدان العلمي. للأسف الشديد لا يوجد عندنا في جامعة الدول العربية ولا مؤسسة علمية تضم الدواء. إذن ما المعايير التي على أساسها يختارون مثلا فايزر أو اللقاح؟ مثلا نحن سمعنا أن الإمارات قبل يومين أجازت استعمال اللقاح الصيني، بينما تراجعت عنه دولة مثل تركيا، تراجعت عنه لعدم ملائمته للمعايير التركية. الدول العربية هل ثمة معايير واضحة أم أن الأمر اعتباطيا؟ لا، هو لا نقول أنه اعتباطي، ولكن الأمر اعتباطي. نعم، هو يكون على مستوى كل دولة. مثلا أنا قلت لك بعض الدول تعتمد فقط إلا على منظمة الصحة العالمية، مثل الجزائر يتصرح اللجنة العلمية في الجزائر بأن أي دواء أو أي لقاح يتم اعتماده من طرف منظمة الصحة العالمية
عالمية فسيكون اعتماده. نذهب إلى الجارة الشرقية تونس، تقول أنا أعتمد أي دواء يأتي من منظمة الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية. نذهب إلى لبنان، تتكلم عن المنظمات الثلاثة التي ذكرتها، سواء WHO منظمة الصحة العالمية، أو FDA منظمة الدواء والغذاء الأمريكية، أو منظمة إيما الأوروبية وكالة الدواء الأوروبية. وبالتالي كل دولة عربية تجتهد وفق التشريع الذي يسمح لها بالذهاب إلى لقاح معين، لكن ربما تشترك كل الدول العربية في أن الدواء لابد أن يسجل على مستوى وزارة الصحة لكل دولة. وعندما نتكلم عن تسجيل الدواء أو لقاح على مستوى وزارة الصحة، هو يخضع لمعايير من المفروض أنها علمية ويشرف عليها منتجو الأدوية والمتخصصون في الصيدلة وإنتاج اللقاحات، أو ما يسمى، أو في بعض الدول مثلا في المغرب العربي يوجد دول محد باستير وهو المتخصص في إنتاج اللقاحات. وبالتالي هذه الهيئات بإمكانها، لا تملك القدرة العلمية على تقييم اللقاح، نوعية اللقاح، وتعتمد على التعاون العلمي مع الدول التي ذكرناها أو المنظمات الدولية التي ذكرناها. إذن هناك ربما بعض الدول نجحت في اللقاح، وربما الصين، لكن بعض الدول تقول لا، أنا لابد أن أعتمد على مرجعية متعارف عليها وهي منظمة الصحة العالمية أو ولا الأفدية الأمريكية ولا الإيما الأوروبية. من هنا يأتي عدم وضوح المشهد. نحن نتحدث على موضوع كالعرب كأننا كتلة واحدة، نحن لسنا كتلة واحدة، نحن لا نملك مؤسسة واحدة، هاي هنا المشكلة. ونريد أننا هذا مشكلة العرب. حتى بالمناسبة، مجلس وزراء الصحة العرب كان يحضر فيه اتحاد الأطباء العرب واتحاد الصيادلة العرب، والذي مقره القاهرة. أنا كنت عضو في الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب، وكان الدكتور عبد المنعم أبو فتوح عضو في مجلس وزراء الصحة العرب. كان من المفروض الأطباء والصيادلة، وهم أعضاء أصيلين في مجلس وزراء الصحة العرب، أن يساهموا على الأقل هذا الإطار الذي يكون هو إطار تعاون للوصول إلى توصية. للأسف حتى العرب لم ينجحوا حتى في هذا التعاون في هذه النقطة. كان المفروض أن حتى الذهاب حتى بالمنطقة التجاري 22 دولة تذهب لشراء دواء مجتمعة خير من أن دولة واحدة تذهب للشراء. حقيقة كان واضحا غياب التنسيق العربي في هذه القضايا، وهو غياب يتعارض مع الشعارات المطروحة حتى على لسان المسؤولين السياسة. أريد أن أسأل ضيفنا في بغداد دكتور إبراهيم، يعني لماذا فضلت كل دولة عربية أن تذهب إلى موضوع اللقاح منفردة، أن تبحث عن تأمين لقاحات لشعبها بالحد القادر عليه الآن منفردة، في ظل غياب أي تنسيق عربي، وهو ما يتعارض مع شعارات مرفوعة على لسان الساسة والزعماء العرب؟ برأيك ما السبب؟ أستاذ العزيز، هذا أكو جانب، يعني الجانب الاقتصادي والجانب السياسي. الجانب الاقتصادي حسب الإمكانيات، يعني السعودية وافقت على فايزر، إمكانياتها جيدة جدا، بينما دول الإمارات إمكانياتها جيدة بس وافقت على الصيني. هذا جانب. أكو جانب السياسي، يعني مثلا أنا عندي ضغوطات وعندي علاقات قوية بأمريكا، ممكن تغذيني بالدواء وتتحملني حتى بالدين تتحملني. فأكو شغلات سياسية واقتصادية. أنا تعليقي على الأستاذ العزيز هذا تنسيق العرب. العرب من أنا عمري 70 سنة، من 70 سنة ما في تنسيق. ترى كل وزير، كل منظمة، نقابات الأطباء ونقابة الأطباء الصيادلة الموجودين يروحون يجتمعون بالقاهرة، هم يمثلون أنظمة وليس يمثلون الأطباء. طب دكتور إبراهيم، يعني الذي تتفضل بالحديث عنه هو معروف، لكن ربما يكون هذا مقتصرا على المسائل السياسية التي تحتاج إلى قرار وإلى حساسية وتعقيدات. هذه مسألة طبية بالطبع. إنسانية، لماذا غاب التنسيق بين العرب فيها؟ يا سيد العزيز نعم، لماذا؟ أكو خلل، خلينا نقول خلل فني، خلل طبي. هذا أنا يعني أين هذا الخلل؟ خلل حبيبي، ما السلطات السياسية بالدول العربية ما عندها اهتمام بصحة المواطن. يعني هسه بدي أحكي للأخ هنا مال تونس، كم حادثة صارت مال حرق مال المستشفيات؟ يعني يقيلون مدير الصحة، يقيلون وزير الصحة موجود تمام ولا لا، ويموتون 20 و30، وكان لم يكن حديث عابر. بينما تعرض شرطي على إرهاب وما إرهاب تستنفر كل الدنيا. يعني اقرأ بين السطور، اقرأ. يعني احنا الدول العربية، مع احترامي وجل لما يحدث لبعض الشغلات، يعني دا أشوف ماكو اهتمام بصحة المواطن.
نعم. طيب الآن لا يوجد اهتمام بصحة المواطن. نريد بعد الفاصل أن نبحث عن خطط الدول العربية في ظل محدودية المعروض وارتفاع المطلوب. يعني هناك أعداد كبيرة من المواطنين بحاجة إلى اللقاح وأعداد قليلة هي متوفرة منهم. ما الخطط؟ ما النظام وفق نظام الأولويات وآليات التنفيذ؟ هذا ما نبحثه بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. مرحبا بكم في هذه العودة للحديث عن تعامل الدول العربية مع لقاح كورونا. دكتور إدريس، هل تحوي مكاتب وزارة الصحة العربية إجراءات واضحة ومحددة بشأن التلقيح وفق نظام الأولويات وآليات التنفيذ، آليات لا شبهة فيها ولا التباس؟ أنا يعني عملت مسح على تصريحات كل وزراء الصحة أو وزارات الصحة العرب على الأقل في 10 دول عربية، 10 دول عربية ودول كبرى، يعني مش دول كبرى. العامل المشترك في كل هذه التصريحات أنه هناك خطة وهناك أولويات، بمعنى عندما نتحدث أنه خطة سيتم جلب الدواء، جلب اللقاح من المصدر عندما يتم التأكد واعتماده من طرف منظمة الصحة العالمية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن يكون هذا الدواء ليس معتمد فقط، وإنما تكون درجة فاعليته وأمانه كبيرة. هذه النقطة الثانية. ثم بعد ذلك هناك حديث عن سلسلة التبريد، احترام سلسلة التبريد، لأنه مهمة جدا في عملية نقل اللقاح، لأنه دول عربية كثيرة مساحات واسعة وينتقل عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مساحات كبيرة، وبالتالي لابد من اعتماد سلسلة التبريد الضرورية للحفاظ على اللقاح وفعاليته. كل هذه الأمور ضمن خطة وزارة الصحة. ثم بعد ذلك لمن نعطي اللقاح؟ اللقاح حسب كل هذه التصريحات لا يخضع للمعايير العلمية، وبالتالي الوزارات أعلنت بأنها سيكون أول المستفيد منه هو القطاع الصحي، والمقصود به الأطباء والممرضين وكل العاملين في القطاع الصحي. لماذا؟ لأنهم هم أكثر الناس عرضة للفيروس، وهم أكثر الناس عرضة للإصابة، والدليل على ذلك النتائج الكبيرة أو العدد الوفيات الكبيرة في القطاع الصحي. نحن نتحدث عشرات بل المئات في الدول العربية من عمال القطاع الصحي، أطباء وممرضين وعاملين، لأنهم هم الذين يتعرضون ما يسمى للشارجفير، يعني بمعنى التعرض يعني اكبر عدد ممكن من الفيروسات. نعم. يعني نسبه الفيروسات عند الذين يتلقاها هي اكثر من الانسان العادي الذي ليس هو كل يوم يلتقي بمرضى، وبالتالي يتلقى النسبه عاليه من الفيروسات، وبالتالي فهو في على خطر كبير. يعني على خطر كبير. اذا نحن نتحدث هذه الفئه الاولى لها الاولويه بدون نقاش. لم اجد ولا الاستثناء ربما وجدت في وزاره الصحه العراقي تحدثوا عن القوات الأمنية في معرض الحديث عن الأولويات، لكن كل الوزارات الصحية تتحدث عن القطاعات الصحية في البلدان المعنية. ثم بعد ذلك يأتي المرضى الكبار السن، يعني من فوق 65 سنة فما فوق، باعتبارهم هم الفئة الأكثر هشاشة مناعية، بمعنى المناعة تنخفض عند الرجل الشخص الكبير، وبالتالي لابد له من التلقيح. ثم بعد ذلك تأتي الفئة المرضى المزمنين، الأمراض المزمنة، اللي هو بالتالي كل هذه الفئات المتعرضين أو المتعرضين للإصابة بشكل عالي أو كبار السن أو الأمراض المزمنة، هذه هي الفئات التي لها الأولوية. إذن عندما نتحدث على أرقام بسيطة في الجرعات الأولى الكمية الأولى هي مستهدفة لفئات معينة وليس لعموم الشعب وليس لعموم الناس. حتى منظمة الصحة العالمية تتحدث على أهداف
2 مليار من سكان المعمورة لابد لهم أن يلقحوا، لكن في 2 مليار ستكون الأولوية للفئات التي تحدثنا عنها، وبالتالي نعم. لأنهم الجنود، هم الجنود الذين يقاومون هذا الوباء، وهم في الصفوف الأولى لمقاومة هذا الوباء، وبالتالي هم لهم من حقهم أن يستفيدوا من اللقاح كأولوية. ولكن مع ذلك هناك المزيد كي يقال. دكتور إبراهيم الكوبيسي في بغداد، لن تتمكن دولة عربية واحدة من الحصول على اللقاحات كاملة، وأضربت مثلا بتونس، هناك نحو 2.7 مليون و700 ألف مواطن تونسي، نصفهم يعانون من السكر ونصفهم يعاني من نصف الآخر يعاني من ضغط الدم. مهما كان 300 ألف لقاح ستحصل عليه وزارة الصحة التونسية، مهما كان عدد العاملين في الجبهات الأولى أو كبار السن، سيكون هناك فائض بحيث يتخطى إلى هؤلاء المحتاجين من المرضى سواء في السكري أو ضغط الدم. هناك قلق حقيقي من المنظمات الدولية ومن المراقبين وحتى من كتاب تونسيين، وتونس ليس استثناء، هناك دول عربية نفس المصير تواجه من دخول المحسوبيات وموضوع الفوضى والواسطات في عملية إعطاء هذا اللقاحات. ما الذي يبرر هذا القلق برأيك؟ إلى أي مدى يمكن هذا القلق أن ينسحب على دول عربية أخرى؟ أنا من العراق، شغلتي أول شيء كهرباء ما عندنا، كل 12 ساعة في وقتها من كانت بعد 91 والحصار، اليونيسيف جابوا لنا ثلاجات تعمل على النفط على الكيروسين حتى تحافظ على سلسلة التبريد. الآن حتى ثلاجات نفطية ما عندنا، يعني سلسلة التبريد للقاح من يجي للعراق أول شيء هذا سلسلة التبريد ما عندنا صفر، لأن ما في كهرباء. هذه واحدة. واحدة ثانية، أنت تعرف بالعراق إيش عندنا، عندنا المنطقة الخضراء وعندنا النواب اللي يحفظون حافظين على حياة العراقيين، هذول كلهم يأخذون اللقاح. المستهدفين الأستاذ المحاضر اللي يمك بالاستوديو يحكي حكي علمي، هذا صحيح بالدول تحترم نفسها، الأعمار المتقدمة ولا اللي يعملون بالصحة والدنيا، دول المستهدفين أولا. إحنا لا، المستهدف أولا المسؤول الكبير، المسؤول الكبير. وعلى حكايتك احنا عندنا دول العسكر والجيش الشعبي ما بعرف شنو دول، كليتهم دول ياخذون اللقاح، والمواطن البسيط اللي قاعد بالصرايف ما اتصور ولا يمكن اتصور لو يصير. طب دكتور، يعني دكتور ابراهيم ذكرت نقاطا مهمه اريد ان ابقى معك، يعني انت ذكرت بان اللقاحات اذا وصلت الى العراق بعد 5 أو 6 شهور سينالها اول شيء يعني موظفو الدوله الكبار، الجيش، وربما يعني عناصر الميليشيات الحشد الشعبي التي تعتمد عليها الدوله في مواجهه الاضطرابات او التظاهرات او الاحتجاجات التي تحصل في العراق. هل هذا الاستنتاج منك ام لديك معلومات عن ان هذه الفئات هي التي ستنال اللقاح؟ بين سيد العزيز، احنا جتنا كتات، الكتات هاي مال فحص الكورونا، فهمت علي؟ اول ما سووا المسؤولين وقرايب المسؤولين والجيران المسؤول هو اللي عمل كتات، وفي ناس عراقيين هسه ما استحصلوا على الفحص الا مقابل ثمن، والثمن 200 يعني بحدود 80 دولار. هذه حقيقه مو استنتاج، انا طبيب واعرف اللي يصير. بدليل سعيد الكلامي واعيد لك، هسه العراق المسؤول وين؟ ياخذ طياره خاصه يروح لبيروت ويروح لعمان يتعالج، ما يتعالج بالعراق. نعم، هذه الأدلة مالتي على مو طيب. استنتاج. طيب دكتور إدريس أعود إليك، يعني دول عربية عدة مثل السودان، الصومال، جزر القمر، جيبوتي، لم تظهر أي نية حتى الآن شراء يعني هذه اللقاحات، وفرصها تتضاءل باعتبار أن المعروضة متاح وأن الدول الغنية اشترت يعني جل الجرعات المتاحة. ما سبب صمت هذه الدول وما فرصها في الحصول على اللقاحات؟ هي أعلنت لكن بطريقة أخرى، عندما سجلت نفسها في فئة الدول ذات الاقتصاد الضعيف في مبادرة كوفاكس التي تضم منظمة التحالف الدولي للتلقيح والتطعيم أو التمنيع، وكذلك منظمة الصحة الدولية والمنظمات الكثيرة التي انخرط في هذا المبادرة كوفاكس، وبالتالي هي صنفت نفسها وقالت أنا ليس لي القدرة أن أوفر بهذا بالشكل المطلوب اللقاح، وبالتالي نحن في هذه هي في كل الدول التي ذكرتها، يعني جيبوتي، جزر
والقمر وكلها دول إريتريا كلها دول في هذه الفئة، وبالتالي هي تنتظر من هذه المبادرة أن تسعفها باللقاح بأسعار يعني رمزية وربما تكون مساعد لي. من هنا جاءت قيمة كوفاكس وجاء التحالف هذا الدولي قيمة ليساعد هذه الفئات، وهي 92 دولة من أغلبها في المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية للأسف، وبالتالي أنها هي الدول التي ينتشر فيها الفقر وهي الدول الأضعف في المعمورة. إذن هي تنتظر أن تفعل مبادرة كوفاكس. نعم. كوفاكس، وبالتالي تستفيد من اللقاح. لكن هذا الأمر تم بالنسبة لليمن، اليونيسف تبرعت لليمن باللقاحات، لكن هذا ما لم يحصل بالنسبة للدول المذكورة. أريد أن أسأل الدكتور إبراهيم، يعني الآن عدة دول عربية، خمس أو ست دول عربية على الأقل هي تحت رحمة المنظمات الدولية حتى توفر لها، والمعروض قليل. الدول الكبيرة والغنية والمتقدمة ذات الدخل المرتفع استحوذت على جل الأعداد بحسب الأرقام الصادرة عن هذه الدول. كيف، أي دور يمكن أن تلعبه الدول العربية الغنية والثرية والنفطية في تقديم لقاحات للدول العربية الفقيرة برأيك؟ والله كل سهلة، إذا أكو تنسيق بين الدول العربية صحة وبين هلالين ما يسمى بالجامعة العربية، تقدر من بدال ما يطلعون يصرحون تقدر، لأن إحنا عندنا جيبوتي وعندنا الصومال وعندنا اليمن وعندنا ذنين هاي الدول المأساة أرتيريا وهاي المناطق. المفروض ما يسمى بالدول النفطية تمام ولا تجمع وتشوف هاي الناس وخلي تعطي نسبة من اللقاحات. يعني إذا تستورد مليون اللقحة ما نريد، إحنا نريد 100,000 جرعة من كل دولة، 100,000 جرعة لهاي الدول، كل سهل تنحل. يعني ما أريد أستلم كل الجرعة، ولا أريد ما أريد أستلم فلوس، أريد أستلم لقاح فاكسي. خلي يستلم هو 5 ملايين ويدز 200,000 لليمن، 100,000 لموريتانيا، 100,000 لجيبوتي. تنحل ما بشي ما ينحل. بس إحنا الدول العربية الغنية مع الأسف يعني ملتهين بالتطبيع السوية العدو. طيب لا بأس إن شاء الله. يعني نحن الآن سنتابع بعد الفاصل مشاهدين الكرام الحديث والمقاطع المصورة التي ظهرت تتحدث عن التشكيك بغايات وأهداف هذا اللقاح. وقفة أخيرة قبل العودة لاستكمال ما تبقى من حلقتنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10,727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم دكتور إدريس. يعني مقاطع كثيرة ظهرت تتحدث عن أن هذا اللقاح، تحذر من هذا اللقاح وبأنه وراءه دول عميقة تريد أن تسيطر على الهندسات الوراثية للبشرية وتتحكم بها ماليا وجينيا وإلى آخره. هذا الكلام رغم أنه صدر عن أطباء فرادى ومجموعات طبية وعقدت مؤتمرات صحفية وغطتها وسائل إعلام هذا الكلام، هل له من الناحية الطبية ما يؤيده؟ أنا لا أريد هذا الكلام الذي يتحدث، هو يدخل دائما في فكرة المؤامرة، كل شيء يفسر بطريقة أنه هناك سيطرة لجهة معينة وبالتالي وحتى إذا صدر من الطبيب مهما كان مكانة هذا الطبيب وموقعه ولا مكانته العلمية الذي يعتد به هو الإجماع العلمي، الذي يعتد به هو الفضاءات العلمية التي يجتمع بها الخبراء من كل الدول ويصلون إلى نتائج علمية، وهو المعمول به في جميع التخصصات العلمية، والطب هو جزء منها، وبالتالي لا يمكن أن نسمع حديث هنا أو هناك في صفحة فيسبوك أو غير ذلك ونعتمده، لكن الذي نعتمده هي المؤسسات الطبية المعتمدة، وحتى على مستوى الدول هو الـ 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 الـ
اللجان العلمية المتخصصة الموسعة للخبراء في الاختصاص المعني. ومعروف هذا الاختصاص هو اختصاص علم الفيروسات أو علم الأوبئة، معروفين مختصين فيه، وبالتالي يمكن أن يجتمعوا على مستوى الدول، واجتمعوا على مستوى الدول على المستوى الدولي ليعطوا الإجابات الكافية على موضوع معين فيما يخص ليس فيروس كورونا فقط، سابقا فيروس إيبولا وفيروسات كثيرة يعني وقعت أوبئة كثيرة، ليس كورونا ولكن فقط كورونا الآن لانتشارها العالمي وسرعة وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة وتأثيرها على المعمورة ككل أخذت هذا الحيز الكبير من النقاش. إذن أقول بأن لابد أن نعمل، الجهد البشري وصل إلى إنشاء هيئات علمية محترمة سواء على في منظمة الصحة العالمية، مهما نوجه لها من نقد فهي منظمة عالمية تضم الكفاءات العلمية من الدول. وكذلك المنظمة الأوروبيين استطاعوا أن يطوروا تنسيقه في جميع المجالات من بينها المجال الطبي، وأنشأوا الوكالة الأوروبية للدواء. الأمريكان وهم أعظم دولة وإمبراطورية كبرى تضم الأفدية وهي تملك الإمكانيات وميزانيتها أكثر من ميزانية الدول وليس ميزانية وكالة فقط، وبالتالي هي هيئات. الصين كذلك تملك قدرات هائلة وهي دولة قوية جدا، روسيا نفس الشيء، وبالتالي هناك مخابر علمية يمكن أن تناقش معهم نقاشا علميا الخبير مع الخبير وليس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. عندما يجتمع الخبير في علم الفيروسات أو العلم الحياة الدقيقة بصفة عامة هو الذي يعطينا الإجابة الكافية، وليس واحد أراد أن يتكلم هكذا أو له عنده جزء من العلم. بالمناسبة البعض عنده جزء من العلم ويتحدث على موضوع متشعب ومتشعب، نحن نتحدث على 154 لقاح الآن، 9 هذا التحالف العالمي اجتمع واختار 9 لقاحات وهو يفاوض على 9 لقاحات أخرى، وكل لقاح يعني وصل إلى مرحلة معينة. الحديث فقط على فايزر لأنه فايزر مؤسسة ضخمة من إمبراطورية الدوائية الكبرى في العالم، وكذلك أسترازينيكا أو بريطانيا أكسفورد بالتعاون مع أكسفورد، لأن وكذلك هناك مختبر مارك في فرنسا، وبالتالي هناك الذي ظهر والذي لا يظهر. لكن لا ننكر طيب. أن الصينيين وصلوا الآن يعيشون نهضة علمية واقتصادية كبرى، كذلك الروس. إذن فالملخص لابد أن نعتمد على الإجماع العلمي، أنا أسميه الإجماع العلمي المتوفر في هذه المؤسسات، وهو الذي يقربنا من الحقيقة أكثر ومن الحصول على دواء أو لقاح أأمن وفعال. طيب دكتور إبراهيم، من المشككين من يبني تشكيكه على فرضية أن هذا الفيروس، هذه الحمى كورونا، هي مخلقة بشريا صنعت في معامل، ثمة من يقول في الصين وثمة من يقول في أمريكا. هل حملة التشكيك هذه نابعة عن الاعتقاد والإيمان بأنها مخلقة بشريا أم لاعتبارات مالية واقتصادية تنافسية في الغرب؟ والله سيد العزيز، هذه أول شيء نظرية المؤامرة بالذات. أنت ما تسمع غير عند العرب، عند العرب. لا لا، موجودة في الغرب هذه المرة، موجودة في الغرب دكتور. دا اسمع وياك، أنا وياك. هذه أكو ناس قاعدين حتى بالغرب، فهمت علي؟ أشخاص حجالك جوابك جواب علمي، يعني حكي صحيح. انت اذا مو مجمع علمي ودنيا، من يطلع واحد يصرح دنيا عالمين، انا دا اصرح هسه عن شيء بلدي، بس ما دا اصرح عن شيء عام. انا عندي هسه اذا تعطيني اي دول ينقذ المريض من الموت، فهمت علي؟ عندنا مثل بالعراق اللي يشوف الموت يرضى بالسخونه، تفهم علي شلون؟ انت انقذني ما يمكن انقاذه. الان حالات المورتاليتي ريت، يعني حالات الوفيات عاليه كلش، الكير بدا يصاعد. يعني بعدين الاقتصاد العالمي بمر الوقت هذا تستمر انعكاسات السلبية على المجتمع، المجتمع اقتصاديا تعب، نفسيا انت شو تريد؟ اقعد ببيتك لا تطلع، هذا يأثر على النفسية. انا اريد شيء هسه الكيف اذا يصعد، اذا القى 60% او 40% من المجتمع، يعني حميت بما معناه 40 وهذا 40 80%، اقدر اسوي شيء. يعني بس عندنا يعني البارحة أنا داخل تقرير، هذا اللقاح بمادة الألومنيوم، هل ممكن هذا ينفذ للدماغ ويسوي لي مشاكل؟ تمام ولا يعني وان بير مدري جد، يعني او بوينت او 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 كذا بلاده، يعني مثل ما نقول بلاسنتا بارير، يعني ينتقل او ما ينتقل. ليش هيك؟ خلي احنا شوف للأمانة العلمية كل اللقاحات اللي عندنا
مال الامم عار، هذا مال الحصبه والنكاف و كلها بها تاثيرات جانبيه. كل لقاح هذا الحقن هسه العاديه ممكن تسبب لك تحسس وقتي، تمام ولا لا؟ بس ممكن نسيطر عليه، بس هذا المرض ما نقدر نسيطر عليه، خلينا نكون واضحين بدليل. يعني هسه السوت على غفله 50,000، امريكا راح تنتهي امريكا يوميا 300,000 400,000 نص مليون، ليه هسه الرقم صار 66 مليون مصاب؟ يعني لا، هاي نظريات الجزمة يمكن وما يمكن وممكن يسوي، هذه الشهادات انا بتقديري احطها بخانه الشهادات الشخصيه. يعني انت هسه من تجي تقول لي المنظمه هاي الامريكيه مال اللقاحات والدنيا والعالمين، هذا فاتر وما شنو هذا المسؤول عنها، يعني شغل دي يشتغلون صار 7 شهور انعمت عيونهم قاعدين دي ينتجون لنا، واحنا قاعدين حاطين رجل على رجل، شو ابو الكنتاكي ما فتح اليوم، وين احنا؟ طيب وضحت الفكرة دكتور إبراهيم. الأمر ليس مقتصرا على نظرية التشكيك دكتور، هناك حديث عن أن الجلبة عالمية على أن هذه اللقاحات وخصوصا فايزر الذي أخذ الشهرة الأكبر لم يحظى بالوقت الكافي، أنتج على عجالة وبسرعة زمنية ولم يخضع للتجارب الكافية، لدرجة أن تقريرا في مثلا قناة الحرة ذكرت فيه أن عددا وأجرت مقابلات مع ممرضات في مشافي مستشفيات أمريكية قالت إننا لن نأخذ هذا اللقاح، لن نقبل أن نكون تجارب فئران بشرية لهذه اللقاحات. ما مدى اعتبارية هذه المواقف؟ الذي يجيب في أمريكا ليس قناة الحرة ووسيلة إعلامية أخرى، الذي يجيب هي الأفدية، هي الفونديشن أند دروغ أدمنستريشن، يعني إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. لكن الإعلام يعكس ما يحصل في الأرض على الشارع. لا أوافق على الإعلام، كثير من الإعلام خاصة الآن أحيانا هو يريد الإثارة أكثر منه، الإثارة عندما يتكلم عن هذا الموضوع، تعرف أن الإعلام فيه الذي يمارس إعلام بطريقة نزيهة، وفيه الذي يريد الإثارة وكسب المشاهدين وكسب أو تحويل أمور إلى باتجاه معين. وبالتالي هو ما أردت سؤالك عنه معذرة دكتور ديس، يعني هذا الاعتبار ليس له قيمة في الدول العربية، بمعنى أن المسؤولين في الدول العربية لا يقيمون اعتبار لأن هذا اللقاح لم يأخذ الوقت الكافي؟ لا هم حسب التصريحات والتصريحات أنهم يلتزمون بما يتوصل إليه المنظمة الصحة العالمية، لأنهم أعضاء فيها، هذه وزارة الصحة أعضاء من منظمة الصحة العالمية، هذه من ناحية. كذلك البعض قال لن نعتمد على المؤسسات القوية كالأفدية والإيما في أوروبا، وربما البعض حتى اللقاح الروسي أو اللقاح الصيني، لأن دول هذه إمبراطوريات وليس دول بسيطة. عندما تتحدث على الصين هي إمبراطورية، روسيا نفس الشيء، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، أنت لا تتحدث على دول بسيطة أولا. كذلك هناك أمر مهم أنه أي دولة لا يمكن، هذا معروف متداول عليه، معروف في ميدان الدواء، أنك لا تشتري الدواء أو لا تعتمده في بلدك إلا إذا هو اعتمده في بلده. بمعنى أنت عندما تشتري سبوتنيك في من روسيا لابد أن روسيا يعني توزعه في السوق الروسي، وبالتالي لا يمكن، هذا من بين الضمانات التي توفرها وزارة الصحة للدواء. إذا عندما تلتزم هذه وزارة الصحة بالمعايير المتعارفة عليها في ميدان اللقاح وفي ميدان الأدوية، أعتقد أن الخطورة قليلة. أما الحديث على بعض الحالات، هو أصلا أي لقاح في حالات ليس، ما فيش لقاح 100%، اللقاح فيه نسبة التي تتطور إلى الوفاة، إلى مضاعفات. نعم هي نسبة قليلة وقليلة جدا، لكنها موجودة، ولهذا ربما يأتي الإعلام ويتحدث على هذه النسبة القليلة، يقول أن لقاح الفلاني ولقاح مضرة أو لقاح توفي 6 من الناس وابتعدوا عنه. وتبين أن 4 أخذوا لقاحا وهميا لم يأخذوا لقاحا. وأجد البعض في صفحة الفيسبوك نائب سابق في البرلمان يضع احذروا، من أنت حتى تقول احذر؟ هل أنت طبيب؟ هل أنت حتى بعض الأطباء لابد أن يحسبوا 1000 حساب عندما ينشرون شيء على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن أنت من هؤلاء 6 الذين ماتوا دكتور إدريس، مات 2 بسبب لقاح حقيقي ليس وهمي، تعتبر نسبة طبيعية بسيطة؟ يعني شوف، هم التجارب السريرية هي أعداد ضخمة، وليس التجارب السريرية لأي دواء أو اللقاح تأخذ أولا وقت. أتفق معك أن اللقاح يأخذ وقت، ومن هذا يفسر ما زلنا نتحدث على الربع الأول من سنة 2021 والنتائج تكون في منتصف 2021 حتى نقول بأن النتائج طيبة في الموضوع. فقط هو الوضع ضاغط والطلب والوضع الأول مرة تعيش البشرية هذا الشكل، وبالتالي نحن الناس
الناس تريد اللقاح في أقرب وقت والدول تريد اللقاح، وبالتالي تنهي الوضع الاستثنائي الذي تعيشه هذه الدول. لكن يبدو لي أن المراحل تأخذ شكل لا نقول سريع، ربما ليس كالعادة، وهذا الذي يفرق مختبرات قوية أنها تعطي الأهمية للقاح دون الآخر. وبالمناسبة حتى التحالف الذي تحدثت عليه كثيرا، تحالف كوفاكس، يعطي ضمانات للمصنعين. لماذا يعطي الضمانات للمصنعين؟ لأن المصنع يريد أن يطمئن بأن اللقاح الذي سوف ينتجه أو يركز استثماراته عليه ستكون له سوق كبير، وبالتالي هذا التحالف يعطي ضمانات لهم، يقول أنا معي 172 دولة، سيكون الهدف الكبير هو 2 مليار مستهلك أو يعني مرشح لأخذ اللقاح، وبالتالي واصلوا في البحث لإعطائنا نتائج جيدة في الموضوع. إذن الأمر يحتاج إلى وقت. نعم. كل الكلام، الناس الآن توفر وسائل الإعلام الرهيب، ساهم حتى أن وسائل التواصل الاجتماعي الآن يحاربون المعلومات الخاطئة، يعني أدركوا بأن بقدر ما ساهمت في نشر الوعي ساهمت في نشر المعلومة الخاطئة، وهنا المشكلة في إدارة الشأن الصحي والمعلومة العلمية الطبية. وظهر هذا في الانتخابات الأمريكية خصوصا في تويتر وفيسبوك. دكتور إبراهيم، سؤالي الأخير لك، بعض الرؤساء أعرب عن استعداده لتلقي اللقاح في لأجل تطمين شعوبهم بأن هذا اللقاح ليس مؤامرة، ليس فيه إشكالية، وإن لم يأخذ حظه الكافي من الوقت. برأيك هل، وأسألك عن العراق تحديدا، هل في الأوساط الشعبية العراقية درجة كافية من الثقة باللقاح المقبل بحيث يكون هناك إقبال على تلقي اللقاح؟ والله شعب محكوم ومظلوم، فهمت علي؟ ياهل يجي ينطي لقاح، ينطي حبة حنطة ولا رز ولا دنيا يتقبل. الشعب العراقي شعب بسيط مغلوب على أمره، نقطة راس سطر. بس أنا أتمنى كل اللقاحات، وهي بالتأكيد راح تصير، راح يجربوها على أعضاء مجلس النواب، على المسؤولين الكبار، على رجال الدين اللي دولة دخلوا الإسلام متأخرين، فهمت علي؟ هذول إن شاء الله يجرب عليهم اللقاح، وأكيد راح يجرب عليهم اللقاح، فبنك تخلصنا من جماعة من عدو. طيب أشكرك دكتور إبراهيم، شكرا جزيلا. أختم معك بدقيقتين دكتور إدريس، هل ثمة قناعة بأن هذا اللقاح على الأقل نتحدث عن الحالة العربية كفيل بأن يقلم أظافر الجائحة إذا صح التعبير ويحد من انتشارها أفقيا؟ نعم، أنا عندي قناعة أن سيصل العلم وتصل البحوث العلمية إلى إيجاد لقاح يقلم هذه الجائحة ويحجمها كما حجم ستصل يعني اللقاح الموجود يصل ويحقق هذه الأهداف. وهذه التجربة الإنسانية أثبتت بأن الإنسان باستطاعته أن يصل إلى الدواء واللقاح اللازم لأي فيروس، والجهود متواصلة. أعتقد فقط هو قضية الوقت وضغط الوقت. أنا تحدثت، نحن نعيش وضع صعب جدا لم تعيشه البشرية منذ قبل، خاصة البشرية تعودت على التواصل الكبير الآن وليس كالسابق. فجائحة الإنفلونزا الإسبانية يقال أنها قضت على 50 مليون من البشر، لكن أنا ذاك لم تكن في بداية القرن العشرين، لكن كانت هذه البشر لم يكن متواصل بالشكل المعروف عليه. اقتصر ضررها على إسبانيا. إسبانيا نعم. إذن لكن الآن الناس كل معلومة كوفيد، كل ما على كوفيد 19 كل الناس تعيرها اهتمام. أعتقد أن الجهود ستصل إلى إيجاد اللقاح، ولحد الآن المبشرات بأنه النسبة عالية، نحن نتحدث من 90 فما فوق على نسبة فاعلية وأمان اللقاح. فقط التجربة السريرية ستكون في أقرب وقت، ثم الاعتماد والجهود متواصلة. ولا أعتقد أن العالم سيبقى مكتوفي الأيدي ويلاحظ الدمار للعنصر البشري. إذن سنصل إلى النتيجة قريبا بإذن الله. ونحن بدورنا مشاهدين الكرام نتمنى السلامة لكم ولجميع المواطنين العرب ولجميع المشاهدين والإنسانية جمعاء. أشكركم على حسن المتابعة. قبل الختام أشكر ضيفي الكريمين الدكتور إدريس ربوح عضو الاتحاد العالم الإسلامي للصحة، كان معنا هنا في الاستوديو. كما أشكر ضيفي من بغداد عبر الهاتف، كان معنا الدكتور إبراهيم سليمان الكبيسي الجراح العراقي المتقاعد. في حراسة الله.